إذاعة سلطنة عمان تقدم جامع السلطان قابوس الأكبر، مسجد قبة الصخرة، الجامع الأموي، الحرم المكي، مسجد ستين قبة. ليس من السهل أن يترك المعماريون تحفا فنية رائعة لتبقى في صفحات التاريخ، ولكن هذا ما حدث، وها هي الشواهد تتحدث عن نفسها. القباب التي تستقبل السماء بسعتها، المآذن وهي تعانق الغيم بصوت الصلاة، النوافذ والمشرفيات تفتح دربا للهواء، العمارة الإسلامية. العمارة الإسلامية رحلة للتعرف على أساليب العمارة في الحضارة الإسلامية. العمارة الإسلامية من إعداد المهندس علي بن جعفر اللواتي، تقديم خالد بن عبد الله السلامي، وإخراج علي بن عبد الله العجمي. العمارة الإسلامية. مسجد السلطان عمر علي سيف الدين. مسجد ملكي يقع في بندر سريب كاوان عاصمة سلطنة بروناي. تم بناؤه في عام 1958 بأمر من سلطان بروناي الثلاثين عمر علي سيف الدين الثالث، وسمي المسجد نسبة إلى بانيه عمر علي سيف الدين الثالث. ويعد المسجد رمزا إسلاميا مهما في سلطنة بروناي، ويشكل أحد معالمها المميزة. يهيمن المسجد على أفق العاصمة في منظر بانورامي، فقد تم بناؤه على بحيرة صناعية بالقرب من ضفة نهر بروناي، حيث تحوطه المياه من كل جانب وعلى ارتفاع 52 متراً، ويعد واحداً من أعلى الأبنية في عاصمة بروناي، بحيث يمكن النظر إليه من أي مكان في العاصمة. وتم تصميم الإنارة والأضواء بشكل فريد لتعطي انعكاسات بديعة على سطح الماء الذي يحيط بالمسجد من جميع جوانبه، خاصة في وقت الليل. يتميز الجامع بلونه الرخامي الناصع البياض الذي يتوسط حديقة مستوحاة من فن الحدائق الإسلامية، والتي تحتوي على قنوات مائية ونباتات مزهرة آية في الجمال. ويحمل لون المسجد دلالة رمزية على قيم السلام والطهارة والرحمة. توج المسجد قبة ذهبية متميزة في تصميمها، مرصعة بالرخام الإيطالي الأبيض أسفلها، دمجت في طرازها بين القباب الأوروبية للكنائس والقباب الإسلامية من الطرز الإسلامية. فالمسجد يمزج بين العمارة المغولية والأساليب الإيطالية، لذلك هو مثال هام للعمارة الإسلامية الحديثة في جنوب آسيا، وأكثرها دقة وروعة.
أما الميدانة الرئيسية فقد صممت بطريقة فريدة من نوعها، تمزج ما بين عصر النهضة الأوروبي والطراز المعماري الإيطالي، وفيها مصعد يصل إلى نهايتها، حيث يمكن للزائر الاستمتاع بمنظر بانورامي للمدينة. تعد عمارة مسجد السلطان عمر علي سيف الدين الثالث ببروناي مزيجاً من العمارة الإسلامية المغولية والعمارة الأوروبية الإيطالية، وقد تم تصميم المسجد بواسطة المعمار الإيطالي كالفيري رودولفو نولي، وهو فنان تشكيلي ونحات كذلك، كان ينحت المجسمات الثلاثية الأبعاد على الصخور، وقد عمل في جنوب شرق آسيا معظم حياته، وصمم العديد من المباني الهامة في سنغافورة وتايلاند، وكان متأثراً بالطراز المغولي الذي انتشر في الهند وبعض مناطق آسيا. وكان التصميم الأولي لهذا المسجد قد وضع بإشراف من سلطان بروناي عمر علي سيف الدين الثالث. إن المسجد يختلف عن تصاميم المساجد الإسلامية القديمة في شرق آسيا بعدم احتوائه على صحن خارجي مكشوف، فالدخول يكون إلى داخل قاعة الصلاة مباشرة، وبالانتقال من الخارج إلى الداخل فإن التفاصيل تزداد جمالاً ودقة. تحتوي قاعة الصلاة على نوافذ زجاجية ملونة مستوحاة من العمارة الدينية للكنائس، وأقواس وأشباه قباب وأعمدة من الرخام الإيطالي متداخلة في التصميم مع شريطة من حجر الجرانيت، وتتدلى من السقف الثريات من الكريستال تنشر الضوء في أنحاء قاعة الصلاة، وهي تشبه ضوء الشمس الذي يملأ الآفاق. ففي العمارة هناك رمزية للروحانيات تتمثل في القباب. إن فكرة القبة جاء تشبيهاً للسماء التي تعد سقفاً للأرض، وقد تصور القدماء السماء أنها كروية تلتف بالأرض، والإنسان يشاهد نصف كرة مجوفة من الأسفل، فكان تصميم القبة في رمزية إلى السماء. العمارة الإسلامية، مع تحيات المهندس علي بن جعفر اللواتي، خالد بن عبد الله السلامي، وإخراج علي بن عبد الله العجمي. العمارة الإسلامية. العمارة الإسلامية.